في مصلحة الكرة التونسية. احنا كنشوف فرق تونسية تغلق خارج الحدود هذه اللي نفرحوا له، وبقى كما قلت انت بالمناسبة خاصة الملعب الجابسي انه اول مرة يشارك ويترشح للدولة المقبلة حاجة مهمة برشا. واو سعد بقير، سعد بقير يسجل الهدف الاولاني، كانت كرة مباغتة في الحقيقة، والهدف الاول لصالح ترش. سعد بقير امامكم في انتظار الاعاده، كانت مباغته العمليه. انيس بساقو اليمين، ساقو اليمين، هذه هي الملاحظه اللي كنت باش نحكي عليها. سعد بقير يغالط الحارس، انتظار الاعاده الكامله بالطبيعه في الدقيقه السادسه، الدقيقه السادسه. سعد بقير يعطي التقدم والاسبقيه للترجي امام اتحاد بلقردان. كنا نتابعوا في العمليه ونحكيوا على المسابقات الافريقيه، هاي الاعاده كما جات بالساق اليمين لاعب يساري سعد بقير يسجل الهدف الاول للترجي. سيناريو جديد في الماتش بعد تقدم الكره، الترجي مع اول فرصه كره في الشباك طبعا يعني